السلام علیکم سامعین، 17 رجب ہے، 19 فروری ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات قاری عبد القادر محمد پوری کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ آپ بھی ہمارے نمبر 9697070914 پر اپنی تلاوت بھیج کر اس نئے کام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، قل لو كان البحر مدادا لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قبل أن تنفد كلمات ربي ولو قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا قال سلام
قالوا لا تخف وبشروه بغلام حليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم صدق الله.